ثالث موقع على الجبهة يتهاجم في شهر ونص. ده غير غارات العمق اللي بتضرب أهداف جوه البلد نفسها. أقدر أعرف المعلومات دي كلها بتوصل للعدو إزاي؟ العدو له جواسيس كتير في البلد سعادتك. إحنا بالفعل قبضنا على 4 جواسيس الشهر اللي فات بس. الحكاية أكبر من ال4 جواسيس اللي بتتكلم عليهم يا سيد فهمي. العمليات العسكرية ضد مواقعنا على الجبهة وفي داخل العمق لسه مستمرة لغاية النهارده. هو في الحقيقة مخابرات العدو نشطت جدا في تجنيد بعض الشباب المصري اللي دفعته ظروف البلد للهرب لأوروبا. انتوا لازم تكثفوا نشاطكم جامد قوي يا سيد فهمي. لازم تقبضوا على كل الجواسيس اللي في البلد، والأهم من القبض على الجواسيس إننا نقضي على الشبكة اللي ورا العمليات دي كلها. لازم نقفل حنفية الجواسيس المفتوحة علينا يا سيد فهمي. الحرب بيننا وبين إسرائيل بقت حرب رهيبة شرسة، حرب جواسيس في المقام الأول. سامية، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبتي؟ خدي خدي اشربي. ايه؟ كابوس تاني؟ هو نفس الكابوس اللي بيجيلك كل ليله؟ لا، الموضوع ده ما تسكتش عليه. انت بكره ان شاء الله تروحي لدكتور نفساني، هو اخو واحده زميله ليا في المدرسه. احكي له على كل اللي بتشوفيه يا بنتي. دكتور نفساني ايه بس يا ماما؟ ما تقلقيش عليا، انا هبقى كويسه. لما كنتش اقلق عليكي هقلق على مين؟ ده انت حياتي حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. انا اسفه اني صحتك من عز النوم. حبيبتي انت ما صحتنيش، انا كنت صاحيه داخله اصلي الفجر، سمعت كنت بتصرخي. ادعي لي يا ماما، صلي وادعي لي. ربنا يسترها معاكي ويكفيكي كل شر وسوء يا رب. صباح النور يا حبيبتي. ايه ما تقعدي تفطري؟ هتفطري كده على الواقف؟ معلش اختي مستعجله قوي. ما تنزيش على لحم بطني. مش قادره، مش جعانه. طب استني اما اوصلك المجله وانا رايحه في سكتي. عندي مشوار مهم قبل المجله. مشوار ايه؟ ربنا يسلم طريقك يا بنتي يا رب. على فين يا استاذه؟ مخابرات العامه لو سمحت. يا فتحي علينا يا رزاق يا كريم. هتوديني ولا اروح اركب تاكسي تاني؟ اوصلك يا استاذه. يا جماعه اللي بيحصل على الجبهه ده شيء ما يتسكتش عليه. اللي بيحصل هناك ده امر عادي، كل يوم والتاني في اشتباكات وضرب مدفعيه وعمليات هجوم. العمليات المضاده اللي بيقوم بيها العدو في العمق، زي العمليه اللي حصلت من كام يوم اللي سرقوا فيها وحده رادار بالكامل ودمروا المكان باللي فيه، وتدمير مضخه البترول على خليج السويس، والغارات الجويه اللي على انشاص والمعادي. كل ده عادي؟ العمليات اللي انت بتتكلم عنها دي ما صدرش عنها اي بيانات عسكريه. اسرائيل مالت الدنيا بيها دعايه، كل الوكالات العالميه بتتكلم عنها، كل الناس عرفوا بيها الا احنا مش قادرين نكتب كلمه واحده عنها. الوضع عندنا مختلف يا استاذ فريد، احنا في حاله حرب، يعني لازم نراعي الحكايه دي، وكمان لازم نراعي الحاله المعنويه للناس، للشعب، الجبهه الداخليه. يعني ايه يا استاذ مختار؟ يعني ليس كل ما يعرف يقال يا استاذ فريد، مش كل حاجه بتحصل على الجبهه ممكن تتقال. طب ما هم بيقولوا والناس كلها بتعرف. امتى هيبقى عندنا حريه حقيقيه؟ امتى هنقدر نتكلم من غير ما نخاف؟ كل ظرف وليه احكامه يا استاذ فريد، وبعدين احنا مجله وطنيه، يعني لازم نراعي مصلحه الوطن قبل اي حاجه. مش كده ولا ايه يا ناس ساميه؟ ساميه حاسب يا اخينا، ما تحاسب يا اخينا، هتضيعنا اليوم ده، بين عليه منحوس من اوله. ساميه ايه الموضوع بتاعك خلص؟ لا لسه ما خلص. يعني ايه لسه ما خلص؟ ده كان المفروض يبقى قدامي من اول امبارح. ما لحقتش اخلصه يا استاذ فريد، ما لحقتش. يعني ايه ما لحقتيش؟ انت مالك يا ساميه؟ مالي؟ يعني بقى لك يومين كده متوتره وعصبيه، هو في ايه يا ساميه؟ مفيش حاجه يا استاذ فريد، وبالنسبه للمقال هيكون عند حضرتك النهارده او بكره الصبح ان شاء الله. ساميه كان في موضوع كده كنت عايز اتكلم فيه معاكي. خير يا استاذ فريد؟ يعني هو موضوع ملوش علاقه بالشغل ولا بالمجله، لكن من وجهه نظري موضوع مهم جدا، وكنت عايز اعرف وجهه نظرك فيه ايه. اتفضل قول. الحقيقه ساميه انسه ساميه، الاستاذ مختار هيساعدك. اوكي عن اذنك يا استاذ فريد. ايوه يا استاذ احمد. ايوه ساميه مالك؟ مالي؟ يعني مكتئبه قوي، قافله على نفسي. حتى النهارده في اجتماع المحررين ما كنتيش بتتكلمي، ما كنتيش بترد على حد، حتى لما كنت بوجه لك الاسئله ما كنتيش بترد عليا، ودي مش عادتك. في ايه يا سامي؟ مالك؟ ابدا دماغي مشغوله بس بالموضوع اللي بكتبه. لا يا سامي، انت من ساعه ما رجعتي من سفريه ايطاليا وانت متغيره خالص. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل لك هناك؟ مفيش حاجه حصلت يا فندم. لا في يا سامي، في، وانت بتخبي وبتهربي. انا مش فاهمه يا استاذ احمد حضرتك بتتكلم في ايه بالظبط؟ لا يا سامي، انت فهماني كويس، وبتخبي او بتتهربي مني. على كل حال لو مش عايزه تتكلمي دلوقتي انت حر، بس في حاجه مهمه عايزك تعرفيها. لو في مشكله، اي مشكله، انا بابي مفتوح لك على طول. عايزك تعتبريني زي بابا الله يرحمه، فهماني؟ أستاذ مختار أنا آسفة إني بكلم حضرتك في وقت متأخر، بس أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم أوي، وريت ما يبقاش في المجلة. بكرة الصبح هعدي على حضرتك في البيت إن شاء الله. تصبح على خير. هي دي كل الحكاية من أول ما رحت لحد ما رجعت. إيه رأي حضرتك؟ والله يا سامي أنا مش شايف كل اللي حكيتيه ده حاجة غير عادية، ممكن تكون صدفة، ما تسببلكيش كل الشكوك والتوترات اللي انت فيها دي. الحكاية كلها على بعضها ملخبطاني، أنا مش عارفة أتلم على أعصابي، أنا بقيت بخاف أنام، أنا تعبانة أوي. أهلا يا أستاذ هاني. إزيك يا مرة؟ الله يسلمك. صباح الخير يا عم. صباح النور. ايه رايح الشغل ولا ايه؟ انت عدي عليك كوثر تقعد معاك تسليه. ازيك يا ساميه؟ بقالي كتير ما شفتكيش. انت ازيك يا تاني وازي عبد القادر؟ الحمد لله. كلمني من كام يوم، كان بقاله فتره كبيره ما اتصلش. ما انت عارفه يا تهاني الاتصالات في الجبهه صعبه قد ايه. سلمي لي عليه قوي لما تشوفيه. ان شاء الله يحصل. كوثر اقعدي هاديه مع جدك وما تتشقيش. حاضر يا ماما. قولي باي باي لماما. باي باي. باي يا ماما. باي باي. باي باي تاني. ما شاء الله كوثر كبرت قوي. كبرت بقت عروسه، عندها 4 سنين، مش كده ولا ايه؟ يلا خش العبي مع ده يلا. ايوه يا ساميه، بخصوص موضوعك انا ليا صديق بيفهم كويس قوي في الحاجات دي. ايه رايك اتصل لك بيه واخد لك ميعاد وتروح تقابليه؟ اوعى تقولي دكتور نفساني. لا ما تخافيش، الحكايه ما وصلتش للمرحله دي. لا ده راجل متخصص ومتفهم، وانا متاكد انه هيساعدك. وصلنا يا استاذ. فندم. أنا عندي ميعاد جوه. جوه فين؟ مش ده برضه مبنى المخابرات العامة؟ حضرتك جاية لمين؟ لحضرة الضابط عادل مكي. الاسم حضرتك؟ سامية عبد القادر فهمي. دقيقة واحدة. اتفضلي يا فندم. ثانية واحدة. في حد هيجي يوصل حضرتك. أستاذ إيهاب، حضرتك أنسة سامية فهمي؟ أيوه. اتفضلي معايا. أنا آسف إذا كنت اتأخرت عليكي شوية. عادل مكي. اتفضلي. 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 أنا آسف نسيت أسألك. أيوه. قهوة ولا شاي؟ يا فندم؟ تشربي قهوة ولا شاي؟ قهوة سادة لو سمحت. اتفضل. حمدي، وصل الملف ده للسيد رؤوف، ويا ريت تقول لسعد يعمل لنا 2 قهوة سادة، وما تخليش حد يخش علينا. حاضر يا فندم. أنا الأستاذ مختار كلمني وقال لي إنك عندك مشكلة وعايزك تكلميني فيها. خير؟ أبداً. هو الأستاذ أحمد مختار مش حكى لحضرتك على كل حاجة؟ أيوه. بس أنا عايز أسمعها منك، ده لو ما كانش عندك مانع. وأنا تحت أمر حضرتك. طب يا ستي، قولي لي بقى ايه مشكلتك؟ ابدا هي مش مشكله ولا حاجه، هو مجرد شويه قلق وشكوك. ويا ترى القلق والشكوك دول بخصوص ايه؟ انا كنت سافرت ايطاليا من فتره. سياحه؟ لا، كنت رايحه اشتري عربيه. ما اليومين دول في ناس كتير قوي بتسافر ايطاليا عشان تشتري عربيات مستعمله. بالظبط، هناك العربيات المستعمله رخيصه جدا وحالتها معقوله قوي. ايوه. كنت رايحه لحد معين؟ يا فندم؟ يعني لما وصلتي مطار روما كان في حد معين مستنيكي؟ سامية سامية. نبيل. لا لا، ما كانش في حد مستنيني. امال كنت رايحه لمين هناك؟ لواحد اخدت رقمه من واحده صاحبتي هنا في مصر. واحد مين؟ سمسار عربيات. قابلته في مطار روما واخدني على معرض عربيات مستعمله. في روما ولا في نابولي؟ لا في روما. هو اسمه ايه السمسار ده؟ حقيقة مش فاكره. اه طب ويا ترى اشتريتي عربيه من هناك؟ لا. هو ده بقى اللي موترك وقلقك ومطير النوم من عينك انك ما عرفتيش تشتري العربيه؟ استاذ عادل انا مش جاي اهزر، انا بتكلم بجد. وانا اسف. اتفضلي كملي. وانا في روما قابلت واحد اسمه ليوناردو جارزيني. ده سمسار ده راخر؟ لا ده صحفي طلياني بيشتغل في جريده اسمها المسجيرو. وقابلتيه فين ده؟ قابلته وانا بتعشى. بتتعشى لوحدك؟ لا كان معايا ناس. ناس مين؟ واحد اسمه البرتو اجنازي وناس تانية. يطلع مين البرتو اجنازيو ده؟ ده صاحب معرض العربيات في روما. طب والناس التانية؟ مجرد ناس. يعني ما كانش بينهم السمسار اللي استناكي في مطار روما؟ لا. اتفضل. شكرا يا سعد. اي خدمة تانية يا عادل بيه؟ لا شكرا. وبعد ما قابلت ليوناردو في المطعم اللي بتتعشي فيه حصل ايه؟ جارزيني لما عرف اني صحفيه عرفني على واحد صديق ليه عنده وكاله انباء. طلياني برضه؟ لا انجليزي من اصل ايرلندي. اسمه ايه؟ اسمه ادريان تومسون. والوكاله؟ اسمها AMP. مستر تومسون قال لي ان هي وكاله جديده ولسه تحت الانشاء، وبالرغم من ان عندهم مشاكل ماديه كبيره الا ان هم محتاجين مندوبين من الشرق الاوسط وتحديدا من مصر. وعرض عليا عرض كان صعب جدا اني ارفضه. عرض ايه؟ عرض عليا ان انا اشتغل مندوبه للوكاله في مصر مقابل اجر كبير قوي. وافقت طبعا. في الاول وافقت وفرحت جدا بالعرض، بس بعد كده بس ايه؟ جه سؤال في دماغي هو ده اللي وترني قوي. ازاي في نفس القعده وفي نفس الوقت كان بيقول لي ان عندهم مشاكل ماديه وبيعرض عليا الاجر الكبير ده؟ يعني اللي وترك وقلقك هو المبلغ الكبير اللي عرضوا عليكي مش النشاط بتاع الوكاله نفسها. استاذ عادل انا ما اعرفش ايه نشاط الوكاله، بس دي وكاله انباء هيكون نشاطها ايه غير جمع المعلومات وبحثها؟ والحقيقه مش هو ده اللي وترني. اللي وترني حاجه تانية خالص. وايه الحاجه التانية اللي وترتك؟ ساميه ايه الحاجه التانية اللي وترتك وخلتك تيجي هنا برجليك؟ انا قلت لحضرتك المبلغ كبير قوي. وايه يا ساميه؟ سامية مجرد إحساس إن في حاجة غلط في الموضوع، وحقيقي ما تسألنيش الإحساس ده جه منين لأني مش عارفة. يعني إحساسك ده هو اللي خلاكي تتوتري وتقلقي وبس. أستاذ عادل أنا ما يهمنيش الوكالة ولا يهمني الفلوس اللي كانوا هيدفعوها لي، أنا كل اللي يهمني هي البلد. بس لسه ما قلتليش مين اللي خدتي نمرته من مصر واستناكي هناك في مطار روما؟ مجرد واحد. أيوه واحد اسمه إيه؟ مش عارفة أفتكر. لو سمحت تفتكري لأنه مهم جدا، ده لو عايزاني أساعدك. أنا مضطرة أمشي، عندي شغل كتير قوي في المجال اللي لسه ما خلصتوش. لا إحنا ما خلصناش كلامنا. أنا شخصيا خلصت كل الكلام اللي عندي وما عنديش حاجة تانية أقولها. عن إذنك. أنسة سامية جايز حضرتك تكوني خلصتي الكلام اللي عندك، بس أنا لسه في حاجات كتيرة قوي لازم أعرفها. إحنا لازم نقعد مرة كمان ونتكلم باستفاضة. أنا مستنيكي بكرة الصبح زي النهاردة الساعة 9. ده استدعاء رسمي؟ لا ده مجرد طلب. بس لو سمحتي ما تقوليش لأي حد إنك كنت هنا ولا حتى الست الوالدة. حمدي وصل الهانم لحد بره وتأكد ان في تاكسي يوصلها البيت. حاضر يا فندم. انا مستني حضرتك بكره الساعه 9. اي اوامر تانية يا عادل بيه؟ شكرا يا سامي هانم. يا رؤوف سجلت المقابلة؟ هايل. فرغها بقى وحصلني عند السيد فهمي على طول. البنت دي ما قالتش أي حاجة جديدة. بكرة تتكلم يا فندم. بكرة؟ ده إذا جت أصلاً بكرة. أكيد هتيجي يا فندم. ردود فعلها وطريقتها في الإجابة على أسئلتك بتقول عكس كده خالص. البنت دي مخبية حاجات كتير لدرجة إنها مش عايزة تقول لنا على اسم الولد اللي قابلته في روما. يا فندم هتتكلم وهتقول لنا على كل حاجة. إحنا مش عايزينها تتكلم وبس، إحنا عايزينها تتعاون معانا وتبقى تحت إيدينا. هيحصل يا فندم، وحضرتك ما تنساش إن هي اللي جاية لنا بنفسها. ده ما يثبتش ولا ينفي أي حاجة. المواقف لازم تتحدد، مش لازم تتساب للصدفة. الحرب بيننا وبين إسرائيل بقت شرسة على الآخر، كل يوم والتاني بيحققوا علينا انتصارات، واحنا دلوقتي ما بقاش قدامنا غير حل واحد من اتنين، يعني نوقفهم عند حدهم، يا اما بقى نستقيل من شغلتنا دي ونقعد في بيوتنا احسن. عادل، سامية فهمي دي احتمال تكون المفتاح اللي بندور عليه، الضوء اللي هيكشف لنا شبكة الجواسيس اللي بتشتغل ضدنا في اوروبا. انا عايزك تعصر البنت دي عصر تعرف لنا منها كل حاجة، كل حاجة. طب يا اساتذه، اتصرفوا انتوا في الموضوع ده، واذا احتجتوا لاي حاجه ترجعوا لي. حاضر طبعا. اتفضل. يا سامي، رحت المشوار اللي قلت لك عليه؟ رحت. وعملتي ايه؟ ممكن اسالك سؤال؟ انت ليه بعتني المكان ده بالذات؟ وليه بعتني لواحد زي عادل مكي ده؟ ده كان بناء على رغبتك يا سامي. انت اللي كنت محتاجه حد تتكلمي معاه ويسمعك. حد اتكلم معاه ويسمعني، مش حد يسالني ويستجوبني. ده كان بيحقق معايا، ده كان عايز يعرف كل حاجه عني وعن حياتي. ممكن تهدي وتيجي تقعدي وتفهميني ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل انه كان بيسالني اسئله غريبه جدا، اسئله مش من حق اي حد انه يسالها لي. حسسني اني متهمه قاعده قدامه، وانا مش متهمه، انا ما عملتش اي حاجه غلط. هو لا سمح الله في حد قال لك انك عملتي حاجه غلط؟ استاذ احمد، انا خلاص بقيت كويسه، ولا عايزه حد يسمعني، ولا عايزه اتكلم مع حد. عن اذن حضرتك. ساميه، اتاخرت كده ايه يا ساميه؟ انا كلمتك في البيت، والدتك قالت لي انك اتاخرت من الصبح. كنت فين يا ساميه؟ كنت في مشوار. مشوار ايه؟ مشوار وخلاص يا استاذ فريد، وبالنسبه للتحقيق انا لسه ما خلصتوش. ايوه بس انا ما كلمتكيش عشان التحقيق، انا كلمتك عشان خاطر الموضوع اللي سبق وقلت لك عليه. استاذ فريد، انا دماغي مش لايقه للكلام ده، عن اذنك. هي مالها سامية يا أستاذ فريد؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. أنت كنتي فين؟ الشغل. شغلي إيه؟ أنا سألت عليكي في المجلة، قالوا لي إنك ما رحتيش النهارده. كان عندي مشوار قبل المجلة يا ماما. لا، والمشوار تقعدي فيه لحد دلوقتي؟ ما أنا رجعت على المجلة تاني. مالك يا سامي؟ تعبانه شويه. لا انت مش تعبانه، انت متوتره. انا مش متوتره على حاجه. لا متوتره. انت ما تاكليش بالطريقه دي لما تبقي عصبيه او عندك مشكله مش عارفه تحليها. قولي لي، المشوار اللي رحتيه النهارده الصبح وترك ولا حاجه؟ مش متوتره، مش متوتره. ايه يا سامي؟ ايه اللي عملتيه ده؟ انا بسألك عشان قلقانه عليك وعايزه اطمن. تقومي تسيبيني وتتعصبي عليا بالشكل ده؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش يا ماما. ساميه، انت من ساعه ما رجعتي من ايطاليا وانت حالك مقلوب، لا طايقه تكلمي حد ولا حد يكلمك. هو في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ مفيش يا ماما. سمي يا حبيبتي، اتكلمي معايا، قولي لي على تعبك، فضفضي عن نفسك. يا سمية احنا ملناش حد في الدنيا غير بعض، لو ما اتكلمتيش معايا وفضفضتي عن نفسك معايا هتتكلمي مع مين؟ كفايه يا ماما ارحميني، مش قادره اتكلم، ابوس ايدك. انت عارفه مشكلتك ايه يا ساميه؟ انك بتعامليني على ان حضره النظره، مش على اني امك حبيبتك. يجازيك يا نبيل، انت السبب في كل اللي حصل ده. بلاش يا سامي، عشان خاطري بلاش اخر مره اشوفك فيها والدموع في عينيك. لو بتحبيني بجد وريني ابتسامتك الحلوه. سامية، سامية، يا سامية، سامية انت لسه نايمة؟ اصحي يا كسلانة، الساعة عدت 8. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبة ماما، ايه الوخم اللي انت فيه ده؟ يلا هتتأخري على المجلة. لا ما انا مش رايحة المجلة. ايه؟ مش رايحة المجلة ليه؟ انت تعبانة ولا حاجة؟ لا يا حبيبتي انا كويسة. كل بسمة في الامر ان الاستاذ فريد طالب مني شغل كتير، فقلت اقعد في البيت عشان اخلصه. طب يا حبيبتي انا هروح المدرسه، لو عوزتي اي حاجه اتصلي بيا بالتليفون. اوكي باي باي. أعلن متحدث عسكري أن اشتباكات بالمدفعية تدور منذ صباح اليوم على جبهة القناة ما بين قواتنا وقوات العدو، وذلك إثر عملية عبور ناجحة للقوات من الصاعقة المصرية ليلة أمس. دمروا خلالها حافلتان وسيارة مجنزرة من قوات العدو، وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح قبل أن يعود إلى الضفة الغربية من القناة. وقد استشهد من قواتنا 3 أفراد وأصيب ضابط وجنديان، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى إذاعة هذا البيان. أعمل إيه يا بابا؟ قولي أعمل إيه؟ اكلتي امبارح مين؟ بعدين هحكي لك كل حاجه. استاذ فريد، التحقيق عند حضرتك. ثانية واحدة سامية، أنا عايزك. أيوة يا عامر. أيوة، هكلمك بعدين، سلام. كنت فين يا سامية امبارح طول النهار؟ أبداً، كنت تعبانة شوية، فقلت فرصة كاملة التحقيق في البيت. تعبانة؟ ألف سلام عليكي، ألف لا بأس. وأنت عاملة إيه دلوقتي؟ إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. التحقيق قدام حضرتك أهو، اقراه وقولي رأيك. عن إذنك. احكي لي بقى يا سامية، عملتي إيه؟ والله ما أنا عارفة أقول لك إيه يا نجوى. أنسة سامية، الأستاذ مختار عايز سعادتك. ايوه يا استاذ احمد، حضرتك طلبتني؟ ايوه سامي، تعالي اتفضلي. استنيتك طول النهار امبارح ما جيتيش، قلقت عليكي، قلت اجي اطمن. فيك الخير يا سيد عادل. سامية، احنا مش اتفقنا تروحي للسيد عادل تقعدي معاه وتتكلمي؟ يا فندم انا رحت واتكلمت. ابتدينا كلام يا انسه سامية، ومتهيألي لسه في كلام كتير قوي لازم يتقال. الحقيقة أنا قلت كل اللي عندي ومفيش حاجة تانية ما قلتهاش. على العموم حضرتك عارفة أنا مكتبي فين. حبيتي تتكلمي دي حاجة هنقدرها، ما حبيتيش محدش هيضربك على إيدك. أحمد بيه، شكرا على القهوة. سامي، انت عارفه من يوم بابا ما مات الله يرحمه وانا بعتبرك زي بنتي بالظبط. ارجو كمان ان انت تعتبريني زي بابا. عارف انا امبارح رحت له. رحت لمين؟ كان بقالي كتير قوي ما زرتوش. رحت اساله اعمل ايه يا استاذ احمد؟ والله يا بنتي القرار قرارك والراي رايك، وزي ما قال لك السيد عادل بالظبط محدش هيقدر يغصبك على حاجه. بس عايز اقول لك لازم تتاكدي من حاجه واحده بس، الوحيد اللي هيقدر يقف جنبك ويساعدك هو السيد عادل. روحي له يا سامي، روحي له وصرحيه واقعدي معاه واتكلمي معاه. هي دي الخطوة الصح اللي لازم تعمليها. تحت أمرك يا عادل بيه. لا يا سامية، أنت مش تحت أمري ولا تحت أمر أي حد. أنا وأنت وكلنا هنا تحت أمر حاجة واحدة بس، مصر يا سامية. ما قلتليش تحبي تشربي إيه؟ ولا حاجة. ليمون؟ يا سعد، 2 ليمون لو سمحت ويكونوا ساقعين. شكرا. اديني جيت لحضرتك زي ما طلبت. انا ما طلبتش، حضرتك اللي محتاجه حد تتكلمي معاه وتحكي علشان القلق والشك اللي عندك ده، وانا موجود عشان اسمعك ونحاول نحل المشكله احنا الاتنين. بس قبل ما نتكلم في حاجه مهمه جدا لازم تعرفيها. جهاز المخابرات ده مهمته الأولى والأساسية المحافظة على الوطن والمواطن من أي تهديدات خارجية. والجهاز ده مش هيقدر يقوم بأي حاجة ولا يعمل حاجة غير لما المواطنين الشرفاء اللي زيك يجوا ويقولوا على كل حاجة بمنتهى الشفافية والوضوح، واللي أهم من ده كله من غير خوف. تحب نبتدي من فين؟ من أي حتة أنت عايزها. أيوة يعني من فين تحديدا؟ نبتدي زي الأبجدية من الألف. من ساعة ما اتولدت يعني؟ لا مش للدرجة دي. نبتدي من ساعة ما قابلت نبيل. نبيل؟ نبيل سالم مصطفى. مش هو ده اللي رحتي له لغاية إيطاليا وكان مستنيكي في المطار هناك؟ اتفضل. أي خدمة عادل بيه؟ شكراً. سامية، أنا عارف إن الحكاية مش سهلة عليكي، لكن لو عاوزاني أساعدك بجد فأنت كمان لازم تساعدينا، لازم تقولي لنا على كل حاجة. نبيل ملوش علاقة بأي حاجة أنا حكيتها لحضرتك. آه طبعاً أنا متأكد، بس علشان نبقى متأكدين أكتر وواثقين لازم تحكي لنا على كل حاجة، مش كده ولا إيه؟ حضرتك عايز تعرف إيه بالظبط؟ كل حاجة، من ساعة ما عرفتيه أو قابلتيه لحد ما سافرتي لروما. أنت شاكك في حاجة بخصوص نبيل؟ أنا لأ، أنا مجرد صفحة بيضة أنت هتنقش عليها كل الكلام. أول مرة اتقابلنا أنا ونبيل كنا في الجامعة، كان هو في تالتة حقوق وأنا في رابعة آداب صحافة. يعني ما كنتوش في نفس الكلية؟ لا. طيب اتعرفتوا على بعض ازاي؟